على ارتفاع يفوق 2000 متر تمتد هذه الطريق الوطنية، مسالك ومنعرجات تؤرق المسافرين والمارين، وما زادها خطورة هذه الثلوج التي تكاد تغطي المنطقة بأكملها لولا تدخل فرق إزاحة الثلوج. كاين الناس ديال طرو بيبليك راه كيديروا هادشي ديال الملحه وهادشي باش ما كيكونش الكليساج وما يكونش الطريق. الطريق هادي شويه خايبه، الطريق محفره شي شويه والثلج بزاف، كاين الزلق في الطريق ايوا والبرد، البرد كاين. طريق تيزنتيشكا من المسالك القديمة التي تمتد على حوالي 145 كيلومتر تعتبر من أخطر الطرق بالمغرب. هذا المحور الذي يربط مراكش بورزازات واحد من أهم المحاور الطرقية بالمنطقة. في متواجدة في نقاط اللي كتعرف التقاطعات، وبهذه المناسبة كندعو المستعملين الطريق والمواطنين بصفة عامة إلى الحيطة والحذر، اتخاذ الحيطة والحذر. الحيطة والحذر هو ما يجب التحلي به في هذه المنطقة الوعرة التي تزداد خطورة مع هذه التساقطات المطرية والثلجية.